بالكتير من الأيام منصحى من النوم وعنا رغبة كبيرة لنرجع ننام من جديد، منفيق بدون أدنى طاقة. الخمول والنعس مسيطرين على جسمنا. من أهم الأسباب يلي بتجعلنا نشعر بالنعس هي القلق، فالدراسات أكدت إن التفكير بأشياء غير مسببة للاسترخاء أثناء النوم بيسبب القلق، يلي بدوره بيكون مسبب للشعور بالتعب عند الاستيقاظ وخلال اليوم. أيضاً التوتر، فبيتعرض الأشخاص لضغوطات بحياتهم وبتصير أذهانهم منشغلة وجسمهم غير قادر على الاسترخاء، فبيزيد هذا الشيء من القلق والتعب بالنهار. وبعض الأشخاص ممكن يحملوا تطبيقات ألعاب جديدة وبيقضوا كل الليل عليها وبيستنزفوا بهالشكل كل الطاقة المخزونة عندهم. وآخرين بيعشقوا مشاهدة أفلام الرعب وخاصة بالليل، وهذا اللي ممكن يتحول لكوابيس وقت النوم، بتلاقيهم بيخافوا وبيقلقوا وبيصحوا تاني يوم تعبانين. أيضاً الخبراء بيقولوا إنه تناول الأشياء الخفيفة مثل الشيبس والشوكولا بساعات متأخرة من الليل بيؤدي لصعوبة الهضم، وبيشعر البعض بصعوبة بالنوم لمجرد الشعور بالامتلاء والشبع، وهذا اللي بيؤدي لعدم الحصول على الراحة الكافية عند الاستيقاظ من النوم. وأخيراً الذهاب للنوم عند الشعور بالغضب أو بعد مشاجرة مع أحد بتحد من النعس وبتزيد من التفكير وبتخلق توتر وجو مشحون بالسلبية، وهذا اللي بيقلل فرص النوم وبالتالي عدم الشعور بالراحة خلال النهار. فلو كنت عم تعاني من النعس والتعب طول النهار، فهذا ممكن يكون سببه واحد من يلي ذكرناهم.